الحضور الكويتي في محافل الإنسانية العالمية دوما في الصفوف الأولى، جهود ومساعدات تؤكد على العقيدة الراسخة لدولة مركز العمل الإنساني. هذا الأسبوع كان حافلا بإشراقات خيرية إنسانية كويتية جديدة من خلال مبادرة إطعام مليار جائع، والتي تحصد النجاحات تلو الأخرى، إضافة إلى تسيير قوافل المساعدات الإغاثية للاجئين في سوريا واليمن. نتابع هذا التقرير بداية، ومن ثم لنا عودة مع ضيفنا. إيمانا بعقيدتها الإنسانية الراسخة، تواصل دولة الكويت مساعيها الحثيثة ومبادراتها الخيرة عبر هيئاتها المختلفة لمساعدة اللاجئين والمشردين والمحتاجين في أصقاع الأرض. جهود دولة الكويت في الأيام القليلة الماضية شهدت تناميا كبيرا في دعم المساعدات الإنسانية وتوسيعها بشكل ملحوظ إلى مختلف أنحاء العالم، بهدف مواصلة تفعيل الدبلوماسية الإنسانية ودفعها بالشكل الذي يخفف من آلام واحتياجات البشرية. ولم تقتصر المساعدات الكويتية على فئة أو دولة بعينها، وإنما امتدت لتشمل العديد من المناطق والفئات بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة. فمن أرض كويت الخير والعطاء ومركز العمل الإنساني العالمي انطلقت مبادرة إطعام مليار جائع حول العالم، والتي تنفذها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، حيث توجت مبادرة المليار جائع بإنجازات فاقت كل التوقعات، والتي تضاعفت لتصل إلى 3 مليارات وجبة بنسبة 300% مقارنة بالنسبة المستهدفة، برعاية كريمة وسامية من قائد العمل الإنساني سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. هذا الأسبوع أيضا لم يخلو من بصمات الكويت الإنسانية الزاهية، حيث سيرت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 203 شاحنات محملة بمواد إغاثية عينية ضمن حملة إغاثة سوريا واليمن تحت شعار خلونا نتكاتف ونكسر الرقم. وتعد الحملة الإنسانية جزءاً من تعهدات دولة الكويت وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية للأمم المتحدة في شأن دعم السوريين. قوافل الإنسانية الكويتية أنهار مليئة بالخير على المحتاجين من كافة أنحاء العالم دون تمييز أو انتقاء، وحملة خلونا نتكاتف ونكسر الرقم واللي تم تسييرها من قبل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية هي محطة جديدة للحضور الكويتي المشهود نحو إغاثة اللاجئين في سوريا واليمن. المزيد حول هذا الموضوع معنا بالاستوديو الدكتور مدير عام جمعية الأعمال الإنسانية والخير، حياك الله معنا أكيد دكتور نبيل في برنامج العالم هذا الصباح. أهلا، صبح عليك أخوي محمد وعلى طاقم البرنامج وعلى أخواني وأخواتي المشاهدين. حياك الله معنا دكتور. في البداية خلينا نتكلم عن هذه الحملة الأخيرة اللي شملت أكثر من 200 شاحنة مساعدات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل الله تعالى في 6 فبراير انطلقت هذه الحملة المباركة، حملة شاحنات صباح الإنسانية صباح الخير إلى أخواننا في سوريا واليمن. وهذه الحملة المباركة كان لها هدف أن نكسر الرقم ونوصل 105 شاحنات، لأن العام الماضي احنا سوينا حملة ووصلنا 105 شاحنة، لكن بجهود أخواني وأبنائي المتطوعين المتطوعات والتبرعات السخية لأهل الكويت وأهل الخليج والمقيمين والشركات والعوائل والدواوين والمؤسسات، وصلنا بحمد الله وكسرنا الرقم ووصلنا إلى 203 شاحنات بمجموع تقديري 20 مليون دولار. وهذه جزء من تعهدات الكويت وجمعية السلام
الأعمال الإنسانية والخيرية للأمم المتحدة في شأن الوضع السوري، وكذلك جزء من تعهد الجمعية في مؤتمر إطعام اليرجاء اللي احنا تعهدنا ب 110 ملايين وجبة ووصلنا بفضل الله تعالى ثم بجهود أهل الكويت وأهل الخليج والمقيمين إلى 135 مليون وجبة. حقيقة هذه الشاحنات بفضل الله تعالى انطلقت قبل أمس، ويعني حضر انطلاقها مبعوث سمو الأمير معالي الدكتور عبد الله المعتوق المستشار الخاص لسمو الأمير ويعني رئيس الهيئة الخيرية، وبفضل الله تعالى كانت انطلاقة جميلة احتفالية في هذا الشهر الاحتفالات، والحمد لله يعني شهد أهل الكويت هذه الانطلاقة، والشاحنات توجهت إلى سوريا واليمن. وأشركم أن الدفعة الأولى من الشاحنات اللي انطلقت من قبل تقريبا أسبوع وصلت إلى اليمن وكذلك إلى سوريا، والحين إن شاء الله الدفعة الثانية اللي انطلقت قبل أمس إن شاء الله نبشركم أنها راح توصل في القريب العاجل، وإن شاء الله راح نوزع محتويات الشاحنات على مراحل بناء على جمعيات المعتمدة لدى الخارجية الكويتية، وبإذن الله تعالى راح نوثق هذه التوزيعات على مراحل، ونقول لكم يا أهل الكويت يا أهل الخليج يا الشركات يا الدواوين يا العوائل شوفوا تبرعاتكم وصلت إلى مستحقينها، فرحتوا أخواننا في سوريا، فرحتوا أخواننا في اليمن. دكتور، بالنسبة لهذه الحملة الأخيرة، ليش تم اختيار فقط اللاجئين في سوريا واليمن؟ هذا سؤال يمكن الناس تسأله حاليا، فليش تم اختيار سوريا واليمن؟ طبعا أخوي محمد، احنا شهر تقريبا عملنا حملة كبيرة داخل الكويت، استفاد منها 7830 أسرة متعففة داخل الكويت. كذلك احنا عندنا حملات حق بورما، حق يعني كل مكان في العالم، لكن انت لما انت تحدد حملة في هذا الواقع الثلوج والبرودة الشديدة اللي جاتنا من قبل تقريبا أسبوعين، لا شك ان اخواننا في سوريا في وضع مأساوي كبير، وكذلك اخواننا في اليمن، فاحنا حبينا ان نوقف معاهم وان نسير لهم هذه الشهر، وبالحمد لله يعني بفضل الله تعالى نجحت هذه الحملة بجهود وتضافر أهل الكويت وأهل الخليج، والحمد لله كسرنا الرقم ووصلنا إلى 203 شاحنات. ممتاز. أكيد دكتور، في ناس تتساءل وين الجمعية عن المساعدات المحلية؟ نعم، أنا قلت التركيز يمكن غالبا على المساعدات الخارجية. أبد يعني أخوي محمد، أنا قلت لك من قبل شوي أن احنا من قبل شهر عملنا حملة لإخوان المتعففين داخل الكويت، ولله الحمد عندنا كذلك حملة قادمة إن شاء الله يعني قبل رمضان إن شاء الله حق جميع الأسر المتعففة، وكذلك يعني احنا على طول يعني ما يمر شهر شهرين إلا مسوين يعني حملات حق إخواننا المتعففين داخل الكويت، وكذلك الجمعية لها دور كبير في إخراج المساجين اللي في السجن المركزي الذي عليهم يعني بعض القضايا البسيطة. الحمد لله لنا أعمال كبيرة داخل الكويت، ولكن يعني احنا يعني أعمالنا خارج الكويت وداخل الكويت لان احنا عملنا انساني بحت. اكيد. نعم. احنا بس انا ودي انوه حق اخواني واخواتي المشاهدين واهل الكويت واشكرهم على هذه الوقفه الكبيره للجمعيه ولتسيير هذه الشاحنات، واحنا يعني بفضل الله تعالى يعني ما توقعنا ان نوصل هذا العدد وهذا الرقم، لكن الحمد لله بسواعد اهل الكويت وصلنا، وان شاء الله نغطي تكلفه الشاحنات لان التكلفه كبيره جدا، وان شاء الله باذن الله تعالى خلال الايام القادمه نغطي هذه التكلفه لان بالفعل إن شاء الله كبيرة. إن شاء الله بإذن الله. دكتور، شلون كان التنسيق مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية؟ هل كان في تعاون؟ نعم. كان التعامل سلس فيما بيناتكم؟ والله صراحة يعني من هذا المكان أحيي وأشكر معالي الدكتور عبد الله المعتوق اللي فتح لنا مقرات الهيئة وهيئ لنا جميع الأجواء وسهل لنا الأمور، وبفضل الله تعالى يعني قطينا الكويت كاملة، قطينا المنطقة الشمالية الجهرة وما جابر الأحمد وهذه المناطق عن طريق مقرنا في الجهرة، وكذلك قطينا المنطقة العاشرة في منطقة فهد الأحمد اللي في حيحيل ونازل، وقطينا اللي داخل الديرة في العديلية، والحمد لله وصلنا إلى هذا الرقم الكبير، والكل ارتاح، اللي ساكن هنا يروح حق المكان اللي يناسبه. وإحنا أخوي محمد يعني إحنا عندنا شفافية واحترافية في العمل لمانة، يعني يمكن عندنا 1700 متطوع متطوعة في كل مكان يعني موزعين على هذه الجهات الثلاثة، احنا ما ناخذ أي شيء، يعني تقريبا 90% من البطانيات ملابس كلها جديد بالكرتون مشيس، 10% المستعمل جديد يعني مكوي ومغسول،
ومشيس، فيعني جميع التبرعات كلها جديدة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله راح يفرحون إخواننا في سوريا وإخواننا في اليمن، وإن شاء الله أنا قلت لكم راح نوثق هذه التوثيقات على 10 مراحل. إحنا حطينا كل 10 شاحنات مرحلة، إحنا سيرنا حق سوريا 95 شاحنة وحق اليمن وحق عفوا حق اليمن 95 وحق سوريا 108. ممتاز دكتور. في ناس تسأل من اللي تبرعوا شنو هي محتويات الشاحنة الوحدة؟ نعم. تشمل على شنو؟ تمور وبطانيات وملابس ويعني أغذية، روز، مكرونة، سكر، عيش، يعني الحمد لله يعني حطينا في كل شاحنة يعني تقريبا يعني بعض الشاحنات تكون كلها ملابس، هذه حق سوريا لأن عندهم الثلوج والبرودة الشديدة، لكن يعني الأغلب تكون مشكلة فيها كل مستلزمات الحياة. ممتاز دكتور. في ناس تسأل أكيد شنو الجهات اللي تعاونتم معاها وبالتنسيق معاها في سوريا واليمن بخصوص ضمان هذه الشاحنات؟ أكيد في تعاون فيما بيناتكم. طبعا احنا حقيقة أخوي محمد احنا نتعامل مع الجمعيات المعتمدة حق الخارجية الكويتية، يعني الجمعية اللي معتمدة بالخارجية نتعامل معها ونسقنا وحطينا المحافظات سواء في اليمن وكذلك في سوريا والقرى والمدن، ورتبنا التوزيعات بحيث انه ما يكون في ازدواجية في التوزيعات، وعندنا شروط صعبة في التوزيعات ان احنا نوثق ونصور كل شيء يتوزع علشان نقول حق اهل الكويت هذه فلوسكم، هذه تبرعاتكم وصلت حق مستحقينها سواء في سوريا في اليمن، ونوثق جميع التوزيعات الى ان ننتهي من هذا التوزيعات بالكامل وتكون الحملة قد انتهت حقيقة، لان هذه امانة عند الله سبحانه وتعالى وعند جمعية السلام. ممتاز دكتور. بالنسبة اكيد لهذه الحملة، هل هناك خطط مستقبلية لتسيير الشاحنات؟ نعم. في الأيام المقبلة حملات أخرى بالضبط. إن شاء الله عندنا حملات بناء قرى في سوريا، في اليمن، في بورما، كذلك عندنا مشاريع في قرغيزيا وفي طاجكستان، وعندنا كذلك مشاريع متنوعة في ألبانيا، يعني الجمعية تعمل في مناطق في ألبانيا، في سوريا، في قرغيزيا، في طاجكستان، في بورما، في الفلبين، وبإذن الله تعالى عندنا مشاريع وافتتاحات قريبة جدا قبل رمضان إن شاء الله، وبإذن الله تعالى راح تكون هذه الافتتاحات بمعية أهل الكويت وجميع من تبرع للجمعية. أكيد. بالنسبة أكيد لسوريا، هل في مدن معينة تم وصول لها الشاحنات او توصل لها الشاحنات؟ نعم طبعا احنا يعني نسقنا مع يعني الاخوان في تركيا وكذلك جمعياتنا المعتمدين، ورتبنا الاماكن التي يمكن الوصول لها وخاصه المناطق الشماليه اللي تحت الحمايه التركيه، وباذن الله تعالى راح يعني نستهدف جميع المنكوبين واللاجئين الذين يعيشون في العراء، وباذن الله تعالى راح نفرح قلوبهم في هذه التبرعات السخيه، تبرعات كل شيء ما يحتاج الإنسان من مواد غذائية، بطانيات، ملابس، حتى البيوت الريفية. حاليا عندنا مشروع قاعدين نشتغل فيه بناء بيوت ريفية في سوريا، وإن شاء الله راح إن شاء الله نفتتح هذه البيوت خلال 2 شهر. كذلك عندنا قرية متكاملة في سوريا من 12 عمارة في الحدود السورية التركية، فيها مشاريع تنموية وفيها مراكز خياطة وحدادة وفيها مسجد وفيها مدرسة، كذلك عندنا قرية متكاملة الآن سوف نبدأ فيها في اليمن، وكذلك عندنا يعني مخابز آلية في اليمن وسوريا، وعندنا مشاغل خياطة وحدادة في اليمن وسوريا، وهذه من المشاريع التنموية اللي دائما جمعية السلام يعني تعمل فيها، لأن المشاريع التنموية تعطي يعني ديمومة حق الأسرة يعني. نعم. ممتاز دكتور. أكيد إذا عندكم أنشطة مستقبلية بالنسبة حق موسم الاحتفالات بالأعياد الوطنية، هل راح يكون في مشروع معين أو فعالية معينة راح تقومون فيها؟ والله حقيقة يعني أنا يمكن أمس كلموني إخواني وأبناء المتطوعين وقالوا لنا أن إحنا ودنا يعني نغسل الشوارع بعد ما تصير الاحتفاليات. حقيقة عندنا مشاريع حاليا يعني قيد الدراسة، لكن إحنا عادة ما نشتغل بمشاريع الإنسانية والخيرية، لكن عندنا ما شاء الله الفرق التطوعية في الجمعية قاعدين يشتغلون في هذا الخصوص. أكيد. نعم. يعطيكم العافية وقواكم الله. دكتور كلمة أخيرة حاب تقولها أكيد قبل أن نختم لقاءنا. نعم. معك في برنامج العالم هذا الصباح. والله حقيقة أشكر أهل الكويت وأهل الخليج والمقيمين والشركات والعوائل والدواوين والمؤسسات وكل من ساهم معنا وساندنا في هذه الحملة، والشكر موصول لجميع المتطوعين والمتطوعات، والشكر موصول لمستشار أمير الإنسانية معالي الدكتور عبدالله المعتوق اللي فتح لنا مقرات الهيئة،
والشكر لأمير الإنسانية اللي دائما معانا في هذه الحملة. وكويتنا كويت الإنسانية، وبلدنا بلد الإنسانية، بلد الكويت بلد الحب بلد العطاء، وعسى الله إن شاء الله يبارك في هذا البلد. اللهم آمين. كل الشكر لك أكيد على وجودك معنا دكتورة نبيل العون، مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية. حياك الله.